برحب بيك طبعا يا كابتن هيثم مرة تانية من جديد على شاشة قناة النادي الأهلي. برحب بضيوفك الكرام وبكل متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا ببارك لكم وببارك لنفسي فوز النادي الأهلي الحمد لله على نادي سبورتنج 3-0 من داخل محافظات الإسكندرية من داخل نادي سبورتنج. يسعدني طبعا يكون معايا القائد كابتن حمدي صافي المدير الفني للنادي الأهلي. طبعا ببارك لحضرتك في البداية كابتن حمدي. حضرتك يمكن ثلاث أشواط يمكن ولا أروع بذلتوا مجهود كبير جدا زي ما احنا دايما كنا بنقول وقلنا ان الهدف ما كانش الفوز بس، ولكن طبعا يعني مش بس الفوز في نصف نهائي كاس مصر ولكن الحصول على الكاس. الحقيقة طبعا انا برحب بقناة النادي الاهلي بالمتابعة النهاردة وبرحب بالكابتن هيثم وضيوفه. الحقيقة مباراة قوية جدا وكنا متوقعينها قوية. نادي سبورتنج كان مريح ومحضر قوي للمباراة ديت من فترة، بيلعب على ملعبه، الملعب الحقيقة صعب يعني مش ملعب سهل ان مش متعودين عليه، لكن الحقيقة البنات النهاردة أدوا أداء كويس جدا. كل المجموعة اللي لعبت الأساسية والمجموعة الصغيرة اللي نزلت الحقيقة كلهم أدوا أداء رائع النهاردة وكانوا مركزين جدا. عندنا غيابات طبعا أثرت، طبعا عندنا غيابات اتنين بتوع منتخب الشواطئ ضاع الغباشي وفريد العسقلاني، طبعا قوة لا يستهان بها، ولكن الحقيقة اللعيبة النهاردة قدرت تعوض الغياب دوت وقدرت إن هي تأدي أداء أنا مبسوط جدا منه النهاردة الحمد لله. كابتن حمدي يمكن ظروف استثنائية شهدتها المباراة النهاردة، حضرتك زي ما قلت غيابات، تاني حاجة النهاردة الحقيقة كان في انقطاع للكهرباء أكتر من مرة، يعني يمكن ده هل نقدر نقول إن هو أثر على الفريق في الشوط الأخير ولا كان بالنسبة لكم الموضوع مش فارق؟ لا والله الحقيقه الظروف اللي حصل في المباراه الحقيقه اول مره اشوفها، يعني ان النور يقطع كذا مره دي في المباراه ونكون الكيرف بتاعنا عالي جدا في وقت انقطاع الكهرباء، بيبقى الكيرف عالي جدا بتاعنا وبنضطر نبرد شويه وبعدين نحاول نسخن تاني. ولكن الشوط الثالث احنا كنا فارقين 3 4 بونت، حصل بعض الاخطاء لازم كنا للصغيرين عشان النهائي، وعندنا اللعيبه بتاعتنا الكبار لازم كنا نريحهم برضو عشان الاجهاد، عندنا الاثنين النهائي ان شاء الله مع الكسبان من الصيد والزمالك، فكنا لازم ندي شويه صغيرين ونريح الكبار برضو ونحتفظ بالقوه بتاعتهم للمباراه النهائيه ان شاء الله. كابتن حمدي اخيرا، يعني دايما يمكن النادي الاهلي متعودين ان هو دايما في اي صفحه حتى بعد الفوز دايما بيغلق هذه الصفحه الاستعداد لنهائي كاس مصر. اكيد طبعا احنا ما يا دوبك خلاص هنروح النهارده نريح ومن بكره ان شاء الله باذن الله في تمرين وفي معسكر يوم الاحد السبت والحد، والمباراه الاثنين ان شاء الله في تركيز كامل من كل اللاعبات، عاوزين نحتفظ بالبطوله الثانيه السنه دي والثنائيه العام الثاني على التوالي الحمد لله. شكرا جدا يا كابتن، نورتنا وشرفتنا والف مبروك مره تانية. ده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا عقب الفوز مع القائد كابتن حمدي صافي طبعا يعني فريق النادي الاهلي بعد الفوز على نادي سبورتنج 3-0 في نصف نهائي كاس مصر. بشكرك جدا يا كابتن وعوده ليك مره اخرى. ده كان لقائنا مع مريم سميح ولقاء مع كابتن حمدي الصافي، بشكرك شكرا جزيلا. نروح محمد توفيق مراسلنا من ارض الملعب ايضا ولقاء مهم.